بعد انفلات مشاهير بالسعودية غرامة 300,000 ريال. برافو عليك، تتصدر الترند. أيمن العلي هز الأردن هز. يا مرحبا وسهلا فيكم في برنامجكم مين مكسر السوشيال ميديا، معاكم عبد المحسن اللافي. تبغون تعرفون مين كسر السوشيال ميديا هذا الأسبوع؟ ابشروا، التيك توكر علي آل يمن بجماله هز الأردن هز. يسعد جمالك، بعرف انه جمالي هز الأردن هز وهز الوطن العربي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، فعلا فعلا الاهتزاز وصل لين عندنا. هزيتنا مو من جمالك، لا من هالثقة اللي ما ادري من وين جبتها. ده على كذا على هالثقة وتفكى فيه. براند جديد فتح في السعودية، ورغم تشديد وزارة الصحة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وأنه في أي تجمع ما يكون فيه أكثر من 20 شخص. إلا أنه هالبراند اللي تم إطلاقه في السعودية مو بس سووا إيفنت وما تقيدوا بأنظمة وزارة الصحة وخلاص، إلا سووا إيفنت كامل متكامل. أقول لكم ما خلوا شيء، مكبرات صوت، موسيقى دي جي، إضاءات ديسكو، راقصات روسيات. يا عمي راقصات روسيات حتى في الوضع الطبيعي قبل كورونا ما حد قد سواها. وش هالبراند المدرب؟ لعدم التزام هالبراند بالإجراءات الاحترازية، وزارة التجارة فرضت عليهم عقوبة وغرامة قدرها 300,000 ريال. طبعا كثير من مشاهير السوشيال ميديا كانوا حاضرين هالإيفنت، وعلشان كذا هاشتاج انفلات مشاهير بالسعودية تصدر الترند. ومن بين هالمشاهير اللي حضروا سامر الخال. أستاذ سامر، وين التقيد باحترازات كورونا؟ ما قصروا، فرقة روسية متعونا. إيش شعورك وأنت حاضر حفلة مخالفة؟ ما قصروا، فرقة روسية متعونا. حسب وزارة التجارة الغرامة كانت 300,000. ما قصروا، فرقة روسية متعونا. بيني وبينك واضح الإيفنت كان قوي، فليتو. وقادم أفضل، قادم أفضل. بما أنه السفر الدولي في السعودية فتح والناس رجعت تسافر، جايبين لكم طريقة للاقتصاد في الرحلة علشان توفر وتسافر في نفس الوقت. الطريقة هي جيب كل شيء معك. ليه مسافر طيب؟ اي والله مدري، بس المهم جيب كل شيء معك. يعني مثلا بالنسبة للأكل جيب سلة وحط فيها ثلاجة بيتكم، ما يحتاج خلاص تسافر اصلا. بس معليش حبيبنا اسامة الراشد، ايش رايك في الموضوع؟ بالله مو جبنا طريقة ذكية، اعترف. ما انا استغرب من بعض اللي يسافرون ياخذ معه قدر ضغط ورز ومكرونة وصلصة وقهوة ومعمول وشاهي وقشطة وبساكيت، ويسكن في كوخ ويقول الديرة رخيصة. أكيد رخيصة، أنت تعتبر نفسك سايح، أنت لاجئ. والله فعلا كأنه صار لاجئ، هو صار لاجئ فعليا. بس يا أخي برضو يعني الاقتصاد زين، مو لأنه سافر يصرف اللي قدامه وراه. الديرة اللي راح لها أنت أصلا رخيصة، ما أدري ليش تقتصد هناك. اقتصد هنا، تقتصد هناك ليش؟ معقول التوفير ترى ما هذه مو من صالح. ايوه صحيح اتفق معاك، بس برضو ما له داعي الصرف.
ما له دعم. انت تبي بيلاروسيا الترانزيت حقك في الكاريبي طز في ذا السفر، هذه ما تصلح. انت ما على ذيك الدوله انك سايح، ولا ايش سالفه رايح كذا ولا تغطينا سفرتك؟ ترى مخيسه انت، قهرتنا انت. قصتنا الرابعه والاخيره عن اغنيه جديده تصدرت الترند. رفو عليك حناني كاني ما اعاني وضحكتي سما. الاغنيه جابت في 6 ايام 6 مليون مشاهدة، يعني كل يوم مليون. رفو عليك حناني كاني ما أعاني وضحكتي سما. مين غنى الأغنية؟ عبد العزيز لويس، بدر الشعيبي، وحنين حسين. رفو عليك حناني كاني ما أعاني. اسم الأغنية برافو عليك، خلنا نسمعها سوا. طلع من الاستوديو وعلى طول مشى، باقي الخاتمة لسه ما قفلها. أنا قفلها أنا المخرج. طيب أوكي شكرا. والآن أنا أعتذر منكم لأنه حبيبنا مشى مستعجل على إجازته، فلا تنسون ارفعوا الشاشة لفوق واشتركوا معنا في قناة سماشي، تتابعون كل جديدنا، وخليكم الأسبوعين القادمة مع زميلنا الجميل علي بابا. شكرا لكم.